ايه المواقف بقى اللي انت ما تنسيهاش بقى في ال في ال في 90 90 حصل لي موقف غريب جدا، والحمد لله انا ما اترفدتش. يعني انا كل حلقه بقول لهم يا رب ما اترفدش بسببكم. واحد كلمني فبيقول لي ايه، يا استاذه انا عايزه احكي لك على حاجه. قلت له اتفضل قول. قال لي انا مش قادر اعيش من غيرها. قلت له هي مين؟ هي مين يا محمد؟ قول لي ما اعيش معايا، اديله برضه هيبته. راح قايل لي ايه، فجأة بقى راح مدور الحوار ما بيكلمنيش انا. ليه كده يا آية؟ ده انا بحبك. يا آية ده انا بطلت سجاير ولسه بقى هيجود عشانك يا آية. انا بحبك يا بت. بيقول لي بص يا استاذ، عايز اقول لحضرتك على حاجة، يعني انا بجد مش مصدق ان انا قلبي اتفتح لك كده. قلت له انا اقول لك على حاجة، اقسم بالله العظيم ما مصدق ان المكالمة دي على الراديو. الفيدر اتقفل ولا كأن في حاجة حصلت. طبعا اتسمعت المكالمة. عملت بقى انا مش من هنا. حضرتك اول ما قال كده انا قفلت الفيدر، ولا ما فيش كفايه خصومات بقى. هو انا ما فيش وراك غيري. انت عايشه بالبوزيتيف بالسالب بالنيجاتيف. ده انا اكتر واحده، ده انا يعني صرف على المؤسسات. خصومات تلاقي كل حاجه تلاقي.